Mr. President, at the outset, I wish to express my deep appreciation to Egypt, to President Sisi, for organizing this very important summit at this critical juncture for our region. Egypt's role as a bedrock and promoter of peace and stability in this region is very critical. Cyprus, we are participating in this forum as a country of the region, the closest European Union member state, whose security is directly affected by the developments in the Middle East. كذلك فإن الدول الجوار والعلاقات مع دول المنطقة للمساهمة بكل الطرق الممكنة لتهدئة هذا الصراع وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية وكذلك التمثيل العالي للتعاطي مع هذه الأزمة وكذلك التعاطي في حلول مشتركة وحوارات مشتركة لحل هذه التحديات العصيبة التي تواجهها هذه المنطقة. وفي هذا الشأن فإن قبرص سوف تتولى وتتعاطى مع هذه الأزمة، ذلك لأن التهديد الإرهاب يمثل تهديدا لكل الدول دون أي مبرر ودون أي مسوغ. فإننا نشجب وندين هذه حماس على الحرب التي بدأتها في 7 أكتوبر. كذلك فإن حماس، أود أن أقول أنها لا تمثل القضية الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني. الثالثة، فإن حق الدفاع عن النفس يجب أن يتم ويتماشى بما يتماشى مع الحقوق الدولية وكذلك القانون الدولي الإنساني. رابعا، فإن الحاجة إلى وقف هذا التصعيد الفوري. النقطة الخامسة، فإن حماية المدنيين وحماية أرواحهم وحماية البنية التحتية المدنية، لأن كل اعتداء هو غير مقبول. سادسا، فإن ضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. سابعا، الحاجة إلى الإفراج الفوري عن الرهائن. ثامنا، الالتزام بحل الدولتين بما يتماشى مع المعلمات والمعايير التي وفق قانون مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة. هذا سوف يحل هذه المشكلة، لأنه يتضح بجلاء أنه ما من خيار آخر سوى توفير الظروف المواتية تحقيقا لتهدئة السلام وإحلال السلام. كذلك سيداتي وسادتي، فعلينا أن نوقف هذه الحرب، لأن هذه الأزمة الحالية سوف تستشري وتؤدي إلى أزمات عديدة أخرى وكأنها الأخطبوط. كذلك عملية السلام يجب أن تحل تمهيدا لهذا الصراع وكذلك حفاظا على الأرواح المدنيين. كذلك في غياب الحلول السياسية التي تتعاطى مع الأسباب الرئيسية لهذا الصراع، فإننا بالطبع لن نصل إلى حل نهائي. إن الصراع الحالي يمثل تهديدا للأمن الدولي التي علينا أن نسلط الضوء عليه وألا نغض الطرف عنه، لا سيما بالنسبة لدول المنطقة، على سبيل المثال مصر والأردن، والتي تعمل جاهدين لحل هذا الصراع. وبالطبع لا نتوقع أن المزيد من الصراع. كذلك فأود أن نثمن جهود مصر على ما بذلته من جهود، لأن مصر هي مهد الأمن والسلام للمنطقة، وكذلك لا يمكن أن يتم تحييد هذه القضية. كذلك فإننا مثلما كانت القضية في الماضي، فإن الدول المجاورة بالطبع سوف تعاني من آثار هذا الصراع، وعلينا ألا نتوقع أن يحدث ذلك. نحن لسنا أمام أزمة إقليمية، ولكن هذا سؤال أساسي يهدد الأمن العالمي، وهذا يمثل تحديا كبيرا
للجهود العالمية التي علينا أن نتعاطى معها. الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحضر معنا هذه القمة نرحب به جميعا، وعلينا أن نمنح له الفرصة لتقديم الحلول في منطقة الشرق الأوسط واحتواء هذا الصراع. إن منطقتنا لا يمكنها أن تشهد مزيد ومزيد من حالات عدم الاستقرار. نحن أمام قضية للسلام والأمن والاستقرار. نشكركم شكرا جزيلا.